أعزائي المشاهدين، في الحلقة رح نتكلم من سفر أرمياء. أرسل الله أرمياء إلى بيت الفخاري لكي يكلمه هناك، فرأى أرمياء الفخاري هناك يعمل على الدولاب ورأى أنه فسد الوعاء الذي كان يصنعه، فصنع وعاء آخر كما حسن في عينيه، فصار إليه كلام الرب قائلاً: أما أستطيع أفعل بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بين يدي الفخاري، هكذا أنتم بيدي، يقول الرب. في بعض الأحيان الله يريد أن يكلمنا في أماكن لم نتوقعها حتى يعلن عن مقاصده لنا، حتى يبنينا من جديد، وهو القادر لأنه هو صاحب السلطان. لربما الله يكلمك بحلم من خلال الناس. أنا أؤمن أن الله يكلمك من خلال هذه الحلقة أيضاً. إن كنت تشعر بالفشل في حياتك أو بالإحباط، تعال عند أقدام يسوع، وهو قادر أن يصنع منك إناء للكرامة والمجد.